أهلا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. تنظيم داعش يتبنى الهجوم على مركز للاستخبارات الأفغانية في كابول. بدء حملة الانتخابات الرئاسية رسميا في روسيا. ومقتل 12 شخصا جراء حريق وانهيار مبنى في بومبي. خطة صينية تلزم الشركات الملوثة للبيئة بإصلاح الضرر أو دفع تعويضات. الأمم المتحدة تتحدث عن إبادة جماعية في ميانمار بحق أقلية روهينجا المسلمة. وزير بريطاني يطالب بحظر بيع هواتف محمولة بحجم أصبع اليد. العالم يحتفي باليوم العالمي للغة العربية. ودراسة جديدة تحذر الحوامل من ارتفاع نسبة السكر بالدم خلال الأشهر الأولى لأنه يرتبط بوجود عيوب خلقية في قلب الجنين. وثلاثة توابل تساعد على الإقلاع عن التدخين وهي النعنع والزنجبيل والقرنفل.